على قضية بتشغل الناس جميعا، قضية الأوضاع الاقتصادية. قضية الأوضاع الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على مصر تحديدا، وكمان التطورات اللي احنا متوقعينها في الفترة القادمة. خلوني أبدأ معكم بقرار الاتحاد الفيدرالي الأمريكي اللي زود سعر الفايدة 0.5%. طبعا بدون شك ان التضخم اللي بتعيشه امريكا في الوقت الراهن، واللي بلغ يمكن نسبه لم تشهدها الولايات المتحده الامريكيه من حوالي 40 سنه، كان وراء هذا القرار. المشكله مش وليده النهارده ولا امبارح ولا حتى الازمه الاخيره. المشكله ليها اسبابها، من بينها الفتره اللي عديناها واللي مصر عدتها بنجاح، فتره الكورونا. خلينا فاكرين انه في الفتره دي يا جماعه اعادوا الناس في البيوت وطبعوا بنكنوت بنسبة كبيرة جدا، وأصبح هناك سيولة كبيرة في البلد، اللي بقصد الولايات المتحدة ودول الغرب، مع توقف الإنتاج، توقف سلاسل الإمداد إلا فيما ندر. والكلام ده حصل في أمريكا، وأوروبا عاشت نفس الظروف. كده أصبح قدامنا خلل في الطلب والمتاح من الإنتاج، في طلب كتير وفي عرض قليل، ومن ثم حصل اضطراب في حاجات كتير جدا، منها سلاسل الامداد اللي كان مفروض تيجي من هنا او من هنا من المصانع والصناعات. زي ما بقول لكم اصبح في طلب لا يقابل عرض، المصانع توقفت. حصل خلل في منتج البترول، الاسعار زادت، حصل ضغط على كل الاسواق. كل ده عمل نوع من التضخم في الوقت اللي فيه سيوله، ولكن ما كانش فيه توازن بين العرض والطلب. لما بيقول النهارده انا حرفع سعر الفايده في امريكا وهو رفعها، هو بيحاول كما يقول احتواء التضخم الموجود في الاسواق. وده معناه في الجانب الاخر انك بتخلي تكلفه التمويل والمنتج اغلى، واللي عاوز الاقتراض عشان يعمل استثمار هيفكر في الامر 1000 مره. قدرة الناس على الشراء هتتراجع عشان في غلاء في الأسعار، وبالتالي الاقتصاد هيدخل إلى مرحلة التباطؤ، ثم مرحلة الركود، ثم تراجع في نسبة زيادة في نسبة البطالة. طيب انعكاس ده على الدول الفقيرة إيه؟ طبعا قرينا تحليلات وشفنا حاجات كتير جدا. الدولار هيزداد قوة أمام العملات الأخرى، كلما تم رفع سعر الفايدة هيحصل ده، ومن ثم الدول الفقيرة مش هتقدر تستورد المواد الضرورية والسلع الأساسية أو تمول المشروعات أو حتى تسد اللي عليها من فوائد الديون. وده كله هيودي البلاد دي إلى وضع اقتصادي صعب جدا، وبكرة كمان هتكون في مخاطر كبيرة هتتعرض لها الدول النامية والناشئة، زي مثلا المستثمرون في أسواقنا قدام زيادة الفايدة في أمريكا مش هيكونوا مستعدين يقعدوا عشان يتحملوا المخاطر وعدم الاستقرار في بعض الدول الناشئة، وبالتالي هيسحبوا استثماراتهم ويروحوا للسندات الأمريكية وهو عنده ثقة أنه لن يتعرض لأي مخاطر، خلاص عنده زيادة في الفايدة. إذن خلينا نقول أن هتحصل هجرة للأموال الساخنة، الهوت ماني هيطلع على أمريكا وهيطلع على أوروبا. طيب أنت رفعت سعر الفايدة عشان تعالج مشكلة التضخم، بس على الجانب الآخر ما تنساش أن الاضطراب الموجود في سلاسل الإمداد هيخلي المشكلة قائمة وموجودة. العالم بيحتاج مثلا بمئة حاجة، أنت مش هتوفر له سوى 60 حاجة عشان المشاكل الراهنة، تعطل المصانع، تكلفة النقل. طيب أنت في مصر مثلا على سبيل المثال سعر البترول حطيته $60 للبرميل، النهاردة السعر $115 للبرميل. المستثمر اللي كان بيحضر لك وانت عملت له بنية تحتية كلفتك مليارات وعملت بنية تشريعية أصبح دلوقتي عنده بدائل أفضل. سحب الأموال معناه أنه هيكون هناك ضغط شديد على العملة. إذن أنت في مصر محتاج تحرك سعر الفايدة، يعني لازم ترفعها الأيام القادمة. الأخطر أن الفيدرالي الأمريكي بيقول أنه حيزود سعر الفايدة تاني، وده حيأثر في تكلفة التمويل وغيره. وهنا بنسأل أنفسنا،
يا ترى التمويل المتاح في الأسواق الدولية هيبقى كام؟ وهل هنقدر نواجه هذه الأزمة؟ وهل هنقدر حتى نقترض اللي احنا عايزينه؟ طبعا لازم نعرف ان ده هينعكس على زيادة أسعار استيراد المواد الأساسية من الخارج. المستوردون هيرفعوا الأسعار عشان يقدروا يمشوا حالهم. أنت عندك هنا نتيجة ما حدث زيادة تصل إلى الضعف في القمح، استيرادك من القمح. أنت لو كنت حطيته 230 دولار للطن، أنت النهاردة 490 دولار. هيبقى عندك زيادة الضعف في المواد البترولية. النهاردة أنت حطيت 60 دولار، النهاردة 115 دولار. أنت عندك زيادة 60% في الذرة. أنت عندك زيادة 60% في الزيت. عاوز أفكركم يا جماعة بأزمة 2008 اللي هي الأزمة العالمية اللي اجتاحت العالم كله. ما كانتش بالقسوة دي. يمكن كانت قاصرة في عناوينها الأساسية وانعكاساتها مسعى القمح والذرة بالنسبة لبلادنا. المصريين يومها وقفوا في طوابير العيش. وقفنا في طوابير البوتاجاز، أنابيب البوتاجاز. البريطانيين بقوا بيقفوا في طوابير البنزين. ألمانيا خرج وزير الاقتصاد وقال للناس دلوقتي خزنوا الحبوب والغذاء، وقال أن اقتصاد بلاده يتعرض لضغوط شديدة وأن ألمانيا لن تتمكن من استيعاب أسعار الطاقة. دي ألمانيا الدولة الغنية. بريطانيا أصبحت كل سلعة مضروبة في اتنين. من حوالي 8 أسابيع الفايدة بتاعت القروض كانت 15% وصلوها الآن لواحد في المية. التضخم لم يكن يصل في بريطانيا أبدا إلى 1%، إن هذا التضخم أصبح 8% وأكثر كمان. اشتراكات التأمينات الاجتماعية زودوها على الناس. في أمريكا جالون البنزين زاد الضعف، كان بـ3 دولار النهاردة بـ6 دولار. لتر البنزين في بريطانيا وصل الآن إلى 1.8 جنيه استرليني، وبعض الدول وصل اللتر إلى 2 دولار. في مصر كنا مخصصين 6 مليار دولار عشان نستورد المواد البترولية. أنت النهاردة مضطر بعد اللي حصل ده تخلق لي من تحت الأرض 12 مليار دولار عشان ما تحسش بالأزمة. طب هتجيبهم منين؟ أنت كنت مخصص قبل الأزمة 2.5 مليار دولار عشان تجيب لي القمح. بعد الزيادات اللي حصلت في سعر القمح انت دلوقتي مطالب بتخصيص 5.6 مليار دولار. منين؟